اصحاب العين والحسد، يعني كتوضا كتنقص لك شويه ديال العين، كتمشي تصلي كتنقص لك شويه ديال العين، يعني تقدر تطيح يومين ثلاث ايام اربع ايام في الفراش تنوض شويه صحه سلام. يعني ديك الصلاه وديك الصلاه كتنفعك ضروري، كتقرب الله سبحانه وتعالى، ربي راه كيجيب لك الشفاء كينزل لك الشفاء. ماشي بحال واحد دابا، انا ما يمكنش لي دابا، انا غادي نقول لك واحد دابا كتخدم معاه حتى الصباح يجي العشيه يبدا يسكر ولا يمشي يشرب المعجون ولا ياكل المعجون ولا ياكل مبويقات، باش ربي تيبغي يعاونو بعدا يسهل عليه الله باش يتشاف. حنا يعني نقدروا نقولوا السحر والشياطين وهاد المسكين ماشي مع هادشي تيمشي دارو المخدرات. شحال واحد دابا تيجي عندي والله العظيم دابا مساكن دابا ماك صراحه اش غادي نقول لك، راه كان تيجي عندي شي وحدين دابا هنايا في الاخوه ديال هنا اللي ساكنين في الحي ولا كذا، كانوا في الاول عرفوني تنرقي وهذا تيستهزؤوا تيبدا يضحكوا عليك وكذا فهمتيني، ولصص النظره تقلبت الايه ولاو تيجيو عندي مساكن ولا يعني ماشي تيجيو عندي غير هكاك بحال تقول جا عندي واحد فيهم في الاول كان طايح في الفراش، كان طايح يعني 10 ايام هو طايح مسكين في الفراش، ولا لدرجه انه كيسد عيني تيبغي ينعس، غير كيسد عيني تيبان ليه الجن تيبان ليه الحيوانات تيبان ليه الكلاب تيبان ليه كذا، ما تينعش نهائيا. الحمد لله خدمت معاه السيد شافه ولا صحه سلام، وكان مبلي حتى هو كان مبلي مسكين الله يعفو عليه. ولا السيد قال لك تنبغي نصلي ما تنقدرش، قال لك تنبغي نصلي انا خويا ما قدرتش، تنبغي نصلي ما تنقدر ما كان صافي ولا صحه سلام. هذا قالها لصاحبو عاوتاني، صاحبو حتى هو مشى عندي عاوتاني دار النيه ديالو خدمت معاه ولا صح ولا مزيان ولا لاباس، وشاف داكشي وبقى تيفركل وتيغوت وما كانش عارف بانه داكشي اشنو وقع عليه. دازت واحد يومين تلقى مع صاحبو نفس الكليكه هذه، يعني قالها له هذاك صاحبو عاوتاني شافو قال لي فلان قال لي دخلناك بالله شنو درتي، قال لي تبارك الله كان يبان لي وجهك منوار وهذا، قال لي شنو درتي، قال لي راه فلان راه جيت عند فلان. شوف سبحان الله يمكن كي تدور بقات انا تنقول لك هادو كانت راه بحال هكا دابا، راه الناس دابا تيشحلوا بحال ديال التعاليق، تيجي مسكين ما عارف شكون نتايا، هضر معايا اخويا كنتي مصاب تواصل معايا اخويا ومرحبا نعطيك اخويا. الناس كاع اللي تيعرفوني انا راه ما كان لا كاتبه لا والو، ما عنديش قضيه ديال الكاتبه ولا كذا، والحمد لله راه في امكاني ما ندير الكاتبه ونفوت الكاتبه اللهم لك الحمد. تنحاول ما امكن تواصل مع المصاب ديريكت، يعني كنهضر معاه ماشي غير اجي عندي وكذا، لا كنتواصل معاك اخويا كنشخص لك على الحاله على الاقل، تنقول لك تنبين فيك الاعراض تعرف واش انت ماشي اخويا، وانت تبقى تخسر غير فلوس. كيجيو عندي الناس اكثريه سيتو مساكن صحاب كازا بزاف اصاحبي، صحاب كازا والله العظيم منين واحد صحاب كازا بزاف، علاش تيبقاو فيا صحاب كازا والله العظيم الا تيبقاو فيا، تيقول لك اخويا كنمشي عند الراقي تيقول لي خصك تعشو ب 10000 ريال مع الاسف. علاش واش دابا دخلناك بالله الجن غيخاف من العشوب؟ راه الحماق هذا هو الحماق. واش انت دابا كتاكل واحد العشبه تضرك تيقول لي خذ العشوب 10000 ريال باش دير الاستفراغ، السيمانه الجايه تيقول لي خذ العشوب 10000 ريال باش دير اوا صاحبي. راه شوف والله العظيم الا الجن شتي كلام الله ما كاينش لا غير كلام الله، القرآن والدعاء إن شاء الله بإذن الله ما يخرج ما يبقاش ما يحتاج لتا شي عشبة. كاين بعض الحالات اللي هما صعاب بزاف وتيطلبوا بعض الأعشاب، وأخويا دوك الأعشاب والله العظيم ما كيفوتوا 5 دراهم، تنقول لي أخويا سيشري هادي درهم من هادي جوج دراهم تيجيب الله التيسير. ما علاش اخويا انا غنبيع لك هذوك العشوب هنايا، الحمد لله انا خدمت معاك تواصل ورا اللي تيبقى فيك الحاله صاحبي، راه غادي نقول لك ورا الرقات اللي تيمشيو عند شي رقات في كازا راه ما شاء الله راه من الصباح هو خدام من 9 حتى ل 9 العشيه ولا 7 هو والزحامات عنده، يعني راه تيدخل في النهار 3 4 5 المليون. واخويا انت اش طامع في هذا السيد مازال؟ علاش طامع فيها صاحبي؟ تقول لي انت درتي انت دابا درتي خديتي خلطه ديالك اللي هي ديال انت دير 200 درهم، خذ الاجره ديالك اصاحبي وخدم دير خدم بالنيه ديالك وخدم مع الانسان ودي اعطيه المجهود وبين ليه اصاحبي بين ليه، ماشي انت تقول ليه وضروري عارف راه 500 درهم ديال العشوب او واش داك العشوب اش غايديروا لك؟ المشكل تيقول لك في ميساج تيقول ضروري ما تجيش لعندي ماكش عوض تشري عشوب 500 درهم. نعطيك غير مثال بسيط، شي كاين بعض الناس تقول بعض الرقات ما تيخافوش الله، مني غيجي بحال دابا عندك مصاب، يعني كنجي انا كمثال انا مصاب مشيت عند راقي، هذاك الراقي والله كي كاين شي رقات ما تيديكش الوقت تبقى يزرب عليك كتشوف المكانه صافي ساليتي اخويا نوض. مني كتجي انت غتصور، مني غتجي دابا كمثال انت صحفي واحد القناه صحفيه وغيجي داك الطرف اللي هو مريض وغيصور مع داك الراقي، حتى هو مسكين راه تيضطر انه يهضر باش يبان بالصحافه باش تمشي عندك الراقي باش داك الراقي يعطيه الوقت باش داك الرقيع عاوتاني يدير معاه المجهود باش يبان الفرق باش حتى هذاك شويه يحس براسو راه مزيان، يحس براسو بانه راه مشى عند واحد الرقيع كاين تغيير. وراه شحال من واحد كيجيو عندي والله العظيم اش غادي نقول لك، راه كيجيو عندي شي اشخاص
راه ابا ما شاء الله راه في الصحه وكل شيء. منين كتهضر معاه وكتوصل معاه للون الجد اللي كتهضر مع الاسد الجن تلقاه مسكين خايف تيترعد. مناش كيترعد راه كيترعد تشوفك انت حيت علاش شحال من الانسان داك الراقي شحال ما تقرب من الله سبحانه وتعالى وكيصلي الصلاه في الوقيته والاذكار وهذا تيسخر لي ربي من عنده جيني ربي تيستجب راه الدعاء راه حنا تدعيو الله شحال ما الانسان قريب ومؤمن راه ما بقاش في الحياه راه كاين ناس الحياه راه كاين جيني راه الحياه خويا راه ماشي غير الحياه ديال الحياه غتعالجك جيني راه الانسان القلب ديالو القديل هو اللي غادي يعالج. وحنا بالنسبه كان شي حاله بحال هذا الاخ سميتو وتكون حاله صعيبه انا ما صالح ما تنبغيش يعني كشي الله العظيم شحال الصحابه كيبغيو يصوروا معايا تقول لي خويا واش حاله صعيبه ولا ساهله تيقول لي تقول لي خويا كانت ساهله ما تجيش لعندي فهمتيني حيت حاله صعيبه بين الناس يعني حتى بينتي للناس بينهم الحقيقه بين اللي وندير معاهم اللايف. واحد النقطه اخرى الله يجزيك بخير سمح لي نهضر عليها واحد القضيه خويا تيجيو عندي الناس بزاف حتى هي هذيك عندك لا هنا ولا تما ولا عندك لا سلا ولا تما تي وكاين بعض الحالات اللي كيمساكن تيصوروا مع رقاط اخرين فيديو تيصوروا معاه وهذه نقطه مهمه انه تمشي عندك الراقي تبدا يهضر مع داك الجن تيقول لي خرج كذا تيقول لي في الاخر المهم كيكون واحد التواصل مع داك الجن انت كيكون واحد التواصل كيبدا يهضر معاه تيبدا يضحكوا شويه كذا من هنا غنخرج غنعذبك غندير لك غنفعل لك هذاك الجن تيقول لي تيقنعو تيقتنع داك الجن تيقول لي صافي انا غنخرج تيقول لي ما بغيتش نخرج من يديه كيقول لي دخل مني ما دخلتي في الاول خرج تتلقى مسكين داك اللي هو مصاب تتلقى دابا الجن غادي يخرج تيبقى يحرك رجليه بحال هكا ولا يحرك يديه طق تيخرج كيتستمع راه خرج الانسان اللي هو مصاب تيهضر معاك صافي تيفيق مسكين تيتوقد انا راه خرج والله اخويا ما خرج من هذا المنبر نقول لك اخويا والله ما تيخرج بهذه الطريقه هذه والله ما يخرج لك فهمتيني الا خرج شي اخويا انت اللي كتسمعني ومشيتي عند شي راقي وتعالجي بهذه الطريقه هذه اجي اخويا عندي نهضر معاك انا غير في التليفون طلع فيك الجن عاوتاني